المرحلة الأولى أنه يجب تجريد الميت مما عليه من لباس وحلي وجبائر. نبدأ بالجزئية الأولى وهي تجريد الميت مما عليه من اللباس. فإن الميت إذا أريد تغسيله فإنه يجرد مما عليه من اللباس ليسهل تغسيله، وليس معنى أنه يجرد أنه يبقى عريانا، وإنما يجرد مما يكون لباسا عليه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أرادوا غسله، أي الصحابة رضوان الله عليهم، اختلفوا هل يجردونه أم لا يجردونه، مما يدل على أن الأصل والسنة أن يجرد الميت فيخلى ما عليه من الثياب ولا يبقى من الستر إلا محل العورة فقط دون ما عدا. ولكن بعد ذلك رأى الصحابة أنهم لا يجردونه، ولذلك قالوا إن تغسيل الميت وهو غير مجرد، من أهل العلم من يقول إنه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه غسل وعليه قميصه، أي عليه ثوبه عليه الصلاة والسلام. وقال بعض أهل العلم بل هو مشروع لغيره، وهذا نص عليه أحمد في إحدى الروايات، فيجوز تغسيل الميت ولو كان عليه قميص، ولكن الجمهور على أنه يستحب تجريده من باب كمال النظافة وتمام التغسيل والدلك. إذن انتهينا من الأمر الأول وهو التجريد من الثياب، فهو سنة إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن في حقه إنما غسل من خلف قميص. الأمر الثاني أن التجريد يكون لسائر الجسد إلا للعورة، فإنها تغطى بنحو خرقة أو فوطة ونحو ذلك لكي لا ينظر إليها. الأمر الثاني مما يجرد قالوا هو الحلي، ويجب أن يزال كل ما على الميت من حلي، سواء كان سهل الخلع أو صعب الخلع. فلو كان خاتما يصعب خلعه فإنه يجب إزالته ولو بالقص. وإن كان الحلي في أسنانه مثل أن يكون في بعض أعضاء جسده وفي إزالته عدم المثلة به فإنه يجب إزالته، كأن يكون في أسنانه ذهب، فإذا أزيل لم تتساقط باقي الأسنان فإنه يشرع إزالته. ولكن إن كان فيه مثلة بالميت فإنها تبقى. النوع الثالث مما يزال عن الميت الجبائر، والمراد بالجبائر هو كل ما يجعل على الجسد، سواء كانت من قماش أو من جبس أو من غير ذلك. وكما قلنا في الغسل من الجنابة أنه يجب إزالة الجبيرة إلا لحاجة، فكذلك نقول للميت هنا فإنه يجب إزالة الجبيرة إلا لحاجة، مثل الحاجة التي لأجلها لا تزال الجبيرة. لو كان الميت عنده جهاز قد ركب فيه وعلى الجهاز لصق، ولو أراد من يغسله أن يزيل هذا اللصق لربما خرج منه دم كثير، أو ربما خرجت بعض أو انفصل بعض جسده ونحو ذلك، فنقول هنا هذه الجبيرة تبقى ولا تزال، تبقى هذه الجبيرة ولا تزال. أما ما في داخل الجسد فإنها لا تسمى جبيرة فتبقى مطلقا، كما لو كان قد زرع في داخل جسد الشيء من الأعضاء الصناعية فإنها تبقى ولا تزال. وهكذا الأعضاء الصناعية، الأطراف الصناعية مثل اليد تزال عند التغسيل لأن حكمها حكم الجبيرة. كيف؟ أنها غطت جزء من الجسد، فيجب إزالة الأعضاء الصناعية ما لم يكن فيها مثلة، إذا أزيلت حدث جرح للميت ونحو ذلك فإنها تبقى. إذا المرحلة الأولى في التغسيل هو تجريد الميت من الحلي واللباس والجبائر.